ولكن خلونا الأول نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها بطبيعة الحال اللقاءات اللي عقدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وده طبعا على هامش القمة العربية الصينية الأولى. امبارح أيضا كان في دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي عمل اجتماع تابع فيه مستجدات نظام التأمين الصحي الشامل. الحكومة من جانبها نفت أن هي تقدمت بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين كما أشيع بطبيعة الحال في مواقع التواصل. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها توجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، واللي بتأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة ما بين الدول العربية والصين. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في الرياض الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأكد سيادته على حرص مصر على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربي الجماعي أو في الإطار الثنائي من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة واللي بتجمع ما بين مصر والصين. امبارح برضو في الرياض التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، أكد سيادته على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع ما بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي ما بين البلدين إلى أفاق أرحب. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه النتائج والتوصيات الأولية، وده لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل. أكد رئيس الوزراء أنه في اهتمام كبير بمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في تكليفات من سيادة الرئيس بالمتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج السود أش ومشتقاتها. الدكتور مصطفى مدبولي قال إن المشروع بيهدف إلى إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من استيرادها من الخارج. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مستجدات الموقف التنفيذي لوكالة الفضاء، وأكد على تعاظم أهمية الدور اللي بتقدمه وكالة الفضاء المصرية في خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة وبناء أجيال بتواكب التقدم التكنولوجي المتسارع، وده في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية لما له من دور حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. امبارح كمان الحكومة أكدت أن التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد واللي بيناقشه مجلس النواب دلوقتي لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، بيقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، ده تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المصرية، منها عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية استعدادا للمرحلة الثانية من حياة كريمة في بني سويف. كمان كان في افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات في سوهاج، ورصف الطرق الداخلية بمركز الحسينية في الشرقية. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بني سويف اللي تم فيها عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية استعداداً للمرحلة الثانية من حياة كريمة. شملت اللقاءات عقد اجتماع مع أهالي قرية بليفيا وتوابعها بحضور ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية. في الإسكندرية بدأت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة تنفيذ مشروع تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات. المشروع ده بيستهدف التيسير على المواطنين في حالة وجود أي عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى. في سوهاج تم افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بمستشفى حميات سوهاج لخدمة أهالي سوهاج في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الطبية وتوفير أحدث الأجهزة لمستشفيات سوهاج. في الأقصر أعلن الدكتور فتحي سلمي مدير بيطري المحافظة أنه بلغ عدد الحيوانات المحصنة 21 ألف حيوان منذ انطلاق أعمال الحملة في نوفمبر اللي فات. كمان تم تنفيذ 38 ندوة توعوية إرشادية بيطرية بجانب استمرار اللجان الطبية البيطرية لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر. في الفيوم أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان كفالة إطعام. تهدف المبادرة لدعم الطفل اليتيم من خلال توفير أبسط احتياجاته وهي الطعام والتغذية السليمة. في مطروح تم إطلاق القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية بمشاركة 2500 طالب بالمرحلة الإعدادية و500 طالب بالشهادة الثانوية العامة و500 مشارك في مبادرة تصدوا معنا للتوعية ضد الشائعات، ده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أما في شمال سيناء اعتمد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اعتمد نتيجة مسابقة معلم سيناء الموهوب واللي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بديوان عام المديرية. المسابقة تضمنت مجالات حفظ القرآن الكريم والأعمال الأدبية والأعمال الفنية وكمان تكنولوجيا التعليم والاستراتيجيات والوسائل التعليمية ومجال الموسيقى والعزف والغناء. في محافظة المنوفية إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة قال إنه في متابعة دورية لأعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع واللي انطلقت يوم السبت 19 نوفمبر اللي فات، وأوضح إنه تم الانتهاء من تحصين ما يزيد عن 230 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، وده منذ انطلاق الحملة ولحد دلوقتي. وفي الشرقية المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية أوضح إنه جرى تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمركز ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 بتكلفة إجمالية بلغت 9,254,000 جنيه، وده لرفع كفاءة الشوارع الداخلية. نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أعمال القافلة الطبية الشاملة واللي انطلقت في منطقة المثلث الذهبي حلايب وشلاتين وأبو رماد بالتعاون مع جامعة الأزهر. القافلة بتضم أكثر من 60 طبيب على جميع حالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء جراحات عامة وجراحات أطفال بمستشفى شلاتين المركزي، وده
بالمجان.